نابل إيقاف إمام بسبب الصلاة بآية انقلبتم على أعقابكم. شنو هي الحكي؟ هو صلى بال يعني بال بال بالمصلين بالآية هذية اللي فيها انقلبتم على أعقابكم. هي تنقول هنا شنو اللي كيفاش بدات الحكايه. دونك كاتب عام نقابه شؤون دينيه في اتحاد الشغل يقول انه النقابه باش تدقق في اسباب اقاله احد الائمه في ولايه نابل من قبل وزير الشؤون الدينيه على خلفيه مراج بانه تلا ايه في اداء صلاه بمناسبه الاحتفال براس السنه الهجريه اعتبرت انها تشير الى الانقلاب. رجعت استفيدت في الجوامع. لا لا هذه وصلت ديريكتومون معناها من غير واسطه معناها على خاطر قراءة انقلبتم على اعقابكم هي اعتبروها تحتمل تلميح للانقلاب. كو باش نقرا لكم الايه وانتم تشوفوا فيها تلميح ولا ما فيهاش. هي الايه 140 يا ودي شنو فيها تلميح ولا ما فيهاش؟ ايه من القران ينجم يصلي بها كما اي ايه باش ندخل معاهم في التلميحات احنا. فهمت؟ علاش من حيوان القرآن خاطر صار هذه هو هذاك. شوف راهو اسمع ايش نقول لك. هو برشا يقولوا ليه وما صارش. راهو الامام دخل اليوم في شمس فهم وحكى قال راهم ما عقلونيش مي قالوا لي ارتاح 10 ايام حتى نثبتوا في الموضوع. بيان سور باش يصير تحقيق في الموضوع. يجي خذ سولتو كونت نتاعك وبرار تو هكا تو والله اخبار هكا معناها. لا لا اخبار عمل بوليميك ما نجموش نتجاوزوه. لازمنا نحكيو عليه يا ودي. لازمنا نتجاوزوا في تونس الاخبار من النوع هذايا والتصرفات من النوع هذايا كي نحبوا نبنيو ونقدموا. تي شنيا معناها تحلت المشاكل الكل في البلاد على خاطر صلى بي؟ والله ما فهمت. ممكن انا مانيش على علم منكم قاعد نخلو ذرا وين توا. والله يمكن قاعد نخلو انقلبتم على اعقابكم يا اخي وقفوا.